السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مجددا إخواني الكرام. في هذا الشرح إن شاء الله سنتعرف من خلاله على طريقة إصلاح لمبة ليد مثل هذه تالفة محروقة، يمكنك يعني إصلاحها بدون أن تحتاج إلى أي لحام أو كويات لحام، فقط باستعمال قلم رصاص مثل هذا. إخواني الكرام، قلم رصاص فهو معروف، سنقوم بإصلاحه إن شاء الله فقط بهذا يعني القلم الرصاص. فنقوم بتجربة هذا الليد. أولا قم بتوصيله بالكهرباء لكي نتأكد هل فعلا هو يشتغل أم لا. فكما تلاحظون إخواني الكرام، فالليد اللمبة يعني غير شغالة. ولتحديد إخواني الكرام سبب العطل، فدائما تجد يعني ليد محروق، دائما تجد نقطة سوداء في يعني بداخل الليد المحروق. إذا وجدت نقطة سوداء فهذا هو الليد، ذلك هو الليد المحروق أو الليد يعني المحترق. فبالعين مجردة ستعثر يعني ستجد السبب يعني المشكل. فمثلا هنا لدينا نقطة سوداء في هذه النقطة، فهي يعني لا تظهر بشكل جيد. ولكن لتحديد الليد المحروق بسرعة، فقط كل ما تحتاج هو هذا السلك، سلك كهرباء، تقوم بقطعه على هذا الشكل، وتحتاج فقط منه قطعة صغيرة على هذا الشكل، ثم تقوم ب يعني تنيه على هذا الشكل إخواني الكرام، ونقوم بوضعه. سنقوم بلمس الليد من الجانبين او من يعني الموجب والسالب على هذا الشكل، في هذا الطرف وهذا الطرف على هذا الشكل. اقوم ب حتى نعثر على الليد المحروق. لاحظوا معي اخواني الكرام، اذن هذا هو الليد المحروق. هذا الليد فهو كما مبين به نقطة سوداء فهو محترق. سنقوم بنزع هذه اللمبة من البريزة، ونقوم بنزع ايضا هذا الليد المحترق أي شيء إخواني الكرام بالسكين. تقوم بكشطه بهذه الطريقة إخواني الكرام، ثم نقوم بإعادة تركيبه في الدواية. بطبيعة الحال فهي يعني الآن موجودة كهرباء، ونقوم بأخ يعني نأخذ قلم رصاص ونقوم بملء هذه الفراغات. لاحظوا معي هذا الشكل إخواني الكرام. على هذا الشكل إخواني الكرام حتى يلتحم يعني القصدير. هكذا نقوم بتدويره على النقطة يعني مكان الليد حتى يعني يتلس أو يعني يثبت القصدير جيدا. فالمادة التي توجد بهذا القلم الرصاص إخواني الكرام فهي يعني قابلة للذوبة. لاحظوا معي أصبح الآن جيد يعني يضيء بهذه الطريقة. لاحظوا معي إخواني الكرام يعني بدون ان نقوم بتلحيم اي يعني بدون الحاجه الى كويه لحام او اي شيء او قصدير، فقط بقلم رصاص. لاحظوا معي الان اصبح الليد فهو شغال الحمد لله بدون اي مشاكل، فقط يعني باستخدام قلم رصاص مثل هذا، والطريقه يعني بدون يعني الحاجه الى كاويه او اي شيء. اذن اخواني الكرام الى هنا ينتهي شرحنا، والى شرح قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.